الدراسة ديالي يعني كانت دراسة الحمد لله يعني جد جيدة، كنت أهتم كل ما هو علوم دائما الحمد لله، كنت من الأوائل رغم أنه كنت أشتغل في الليل، رغم أنه يعني بزاف نتاع الصعوبات. ابتدأ المشوار نتاع الشركة ديالي اللي هي شركة زيويت متخصصة في الحماية الإلكترونية. في الأول والحمد لله كان لدينا الحكومة الفرنسية اللي تقت فينا، ويعني نظرا لأنه أنا بدوري الخاص كنت أساعد الحكومة الفرنسية. الحمد لله كل مرحلة تعلمت أشياء لحد اليوم كتنفعني.